درعا المحطة لواء شهيد حوراج قم بتحرير المقاتلين. استعدادا لخوض معارك جديدة ضد قوات أمن وجيش النظام في معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الشعب السوري لليل استقلاله الثاني. درع المحطة الشتائم التابعة للواء الشهيد حوران تقوم بتذخير مقاتليها استعدادا لمعركة درع المحطة ولضرب أهداف حيوية واستراتيجية جديدة في هذه الأمكنة التي استطاعوا الوصول إليها بعد حصار دام أكثر من 3 أشهر.